أمستردام مقصد الكثيرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، خاصة الأوروبيين. رحلة قد تكون قصيرة لكنها مليئة بالإثارة. تشتهر أمستردام بكثرة قنواتها المائية، ولذا فهي تسمى أحياناً بفينيسيا الشمال، أسوة بالمدينة الإيطالية العائمة. وسيلة تقليدية لكنها ممتعة للتنقل ما بين أزقة هذه المدينة النابضة بالحياة. كل الطرقات في أمستردام تؤدي في النهاية إلى دام سكوير، فهو القلب النابض للعاصمة. في شوارع أمستردام تختلط رائحة زهور التوليب الجميلة مع رائحة الماريجوانا والحشيش. فالقانون الهولندي لا يجرم المخدرات الخفيفة، حيث يقصد المدينة الكثيرون من أجل ذلك. تشتهر أمستردام بأن تناول المخدرات فيها أمرا مشروعا. بالتأكيد فإن العديد من الناس يقصدونها من أجل التجربة، حيث تعتبر شيئا طبيعيا وعاديا، وليس كباقي الدول التي تجرم ذلك. باستطاعتنا بسهولة شراء الماريجوانا والحشيش والمشروم الذي يتوفر بسهولة في وسط أمستردام. الرحلة إلى أمستردام لا تكتمل إلا بزيارة لشمالها، حيث مدينة الطواحين العلامة المميزة للعاصمة الهولندية. فباقترابك من هذه المنطقة تشم رائحة الكاكاو الذي تعالجه هذه الطواحين. جزيرة ماركن لا تقل أهمية عن غيرها من الأماكن الجميلة في أمستردام. في الجزيرة يوجد مصنع للقباقيب الهولندية التقليدية التي يستعملها العديد من المزارعين وصائدي الأسماك. كل ما تحتاجه هو قطعة من الخشب الصغيرة، وخلال دقائق تتحول إلى حذاء مريح. من ماركن إلى مدينة فولندام، حيث مصنع الأجبان باختلاف نكهاتها، فباستطاعة الزائر شراء ما يناسبه والتمتع بهذه التجربة الفريدة. وربما لا تكتمل زيارة أمستردام قبل زيارة وداع لدام سكوير لمدينة من عبق خاص. فاطمة خليل، BBC أمستردام.